وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يجب علينا ونحن نواجه الأخطار تلو الأخطار، ونحن نواجه الأزمات بعد الأزمات، ونحن نواجه طغيان الحكومات وانحراف العامة وقعود العلماء وسكوتهم على الباطل في هذه الأوضاع الحرجة والظروف السيئة. إنه لا بد أن نستذكر أن الله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء والرسل إلا ليكونوا مبشرين ومنذرين، وليقيموا الحجة على الناس، حتى لا يمكن للناس أن يقولوا لله تبارك وتعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير. ثم إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم بعث نذيرا للعالمين ورحمة للعالمين ورسولا إلى الناس أجمعين وخاتم النبيين، قامت به الحجة على العرب والعجم، وكان قد بعثه الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، ولأن يقيم به الأمم والشعوب، ولأن يهدي الناس به، ثم من بعده بأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: هو الذي بعث، هو الذي والذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس، ليظهره على الدين كله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى: ولو كره المشركون. والله تبارك وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، وكان هذا الدين ليعلو ولتعلو كلمة الله، وليظهر هذا الدين الحنيف الخاتم على الأديان كلها وعلى النظريات والفلسفات والأفكار كلها، إنما بعث هذا الدين لذلك. ثم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يبعث أمة مع بعثة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأنه سوف لا يأتي بعده أي نبي، فقد ختم به النبيون وختم الوحي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون، لا نبي بعدي. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان لابد أن يخلفه بعد ذلك علماء ربانيون وصالحون مصلحون ومجددون. ولقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال تعالى مخاطبا لهذه الأمة التي بعثها مع بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فهذه الأمة المؤمنة بالله تبارك وتعالى بعثت كذلك بعثة مقرونة ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس كلهم من الظلمات إلى النور، وهم في ذلك ينوبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمثلونه تمثيلا صحيحا، وهم مع كل قوم يتكلمون بألسنتهم، لأنه تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذه الأمة إنما قامت لتقول الحق ولتصارح بالحق ولتعلن الحق على الملأ، لتعلن الحق أمام الملوك، أمام الحكام، أمام الخاصة، أمام العامة، أمام الكبراء والسادة والقادة والزعماء، أمام الرعاع والدهماء، أمام الناس جميعا بجميع طبقاتهم وبجميع فئاتهم وبجميع جهاتهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن هذه الأمة التي أخرجت لم تكن أخرجت للعرب ولم تكن أخرجت للعجم المجاورين، إنما أخرجت للإنسانية كلها، للناس جميعا، عربيهم وعجميهم وشرقيهم وشماليهم وجنوبيهم وغربيهم وهندوسيهم وبوذيهم ومسيحيهم ويهوديهم وغير ذلك من أصحاب الديانات ومن أصحاب الحضارات ومن أصحاب المدنيات ومن أصحاب مختلف المناطق والبلدان، كلهم مخاطبون للإسلام، للنبي الخاتم، للقرآن، للشريعة الغراء، لهذه الأمة المسلمة. ولما أن الأمة بعثت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلابد أن تعرف هذه الأمة ما هو المعروف وما هو المنكر، لابد أن تتعلم الشريعة الإسلامية، لابد أن تستهدي بهدى الله تبارك وتعالى، وأن تستهدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ من القرآن الكريم، وأن تقتبس من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل هذين المصدرين الأساسيين إلى الأمة كلها، بل إلى الأمم كلها، وإلى الشعوب كلها، وإلى الحكام كلهم، وإلى المحكومين كلهم. ولا بد أن نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي تأمر المسلمين بالجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وكذلك ورد عن الصحابة الآخرين الأحاديث التي لا تدع مجالا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللسكوت على الظلم والمنكر. فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. وقد وصلنا إلى هذه الحال أن الدعوات ترفع إلى السماء من الحرمين الشريفين ومن المسجد الأقصى ومن المساجد الأخرى في هذه الأزمات وفي غير هذه الأزمات. فعندما يقوم الأئمة بصلواتهم وبدعواتهم وبألفاظ القنوت، فيظن أن السماء لعلها تنشق وأن الأرض لعلها تنفجر، ولكن لا يقبل هذا الدعاء، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح شيئا كأنه نسي منسي. أصبحت الأمة فرطت في هذا الأمر
الأمر تفريطا ظاهرا وتفريطا كبيرا. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه، وهو حديث صحيح. وفي رواية: إذا رأوا الظالم، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي رواية أخرى: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي رواية أخرى: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوا إلا حل بهم كذا وكذا. وفي حديث جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وابن ماجه. هل بعد هذه الأحاديث التي تأمر بالصراحة بأن يؤخذ على يد الظالم، ومن يظلم؟ الظالم هو القوي، هو الحاكم، هو الآمر، هو الذي يتحكم على رقاب الناس، والذي يملك ويسيطر على الناس بالملك، بالملك الطاغي والحكومة الطاغية. ولا شك أنهم كانوا من زمن بعيد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم ملك عضوض، ثم جبرية وعتو. فقد بدأ الظلم من زمان بعيد، وبدأت المقاتل والمجازر. ولكن الذي نشاهده الآن من قبل الحكومات الظالمة والجائرة، يجب على المسلمين ويجب على الشعوب الإسلامية، يجب على الأمم الإسلامية كلها، يجب على العلماء بصورة خاصة أن يأخذوا على أيدي الظالمين. فإنهم إذا لم يفعلوا وتركوهم وسكتوا على ظلمهم وجورهم وطغيانهم وسرفهم وبذخهم وما يفعلون، إذا تركوا هكذا ولم يأخذوا على أيديهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بالعقاب الشديد. وقد جاء عن عدي بن عدي الكندي قال: حدثنا مولى لنا أنه سمع جدي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وفي هذا المعنى ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، فلعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. وفي رواية قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذه الأحاديث التي تشتعل نارا على أولئك الذين يسكتون على الجور والظلم
والذين لا يتكلمون ولا يصرحون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينكرون المنكر، هؤلاء ليسوا في تلك الأمة التي أخرجت للناس وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. هؤلاء من أولئك اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، كما جاء في الآية الكريمة. إن الله تبارك وتعالى قد أعلن عن اللعن الذي أصيب به أولئك المفرطون في أمور الله عز وجل، ممن كانوا يرون المنكر فلا ينهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف ويخالطون هذه المجتمعات المتلبسة بالسوء، ويخالطون الحكام أيضا أو يذهبون إليهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن عندما قامت الشعوب الإسلامية قبل سنوات في العام 11 بعد 2000، عندما قاموا ليكونوا أمة أخرجت للناس وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سموا ذلك الربيع العربي، وسموا ذلك بأسماء وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. كانت الأمة خرجت، وكان لابد للعلماء وكان لابد للزعماء والقادة أن ينظموا هذه الثورات والانقلابات، بل هذا الجهاد، بل هذا الخروج لإخراج الناس من الظلمات وللأخذ على أيدي الظالمين. كان الواجب على العلماء كلهم والدعاة كلهم أن يؤيدوا هذا الخروج للإخراج، وأن يكونوا كلمة واحدة. فإذا كانوا فعلوا ذلك أخرجوا الأمة الإنسانية كلها من هؤلاء الطواغيت والجبابرة الظالمين الذين أفسدوا في الأرض، عاثوا في الأرض فسادا، وظلموا وجاروا وانتقموا من الناس البراء. فإذا كان ذلك هو الواجب ويبقى هو الواجب، ولا بد من أن ننتظر ذلك اليوم الذي تتوحد الأمة كلها لتبعث من جديد كما بعثت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول. لابد أن تخرج هذه الأمة إلى الناس جميعا حكاما ومحكومين مرة ثانية، وأن تنطبق عليها هذه الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأكتفي بهذه الكلمة اليسيرة في هذه المناسبة، لا أريد أن أطيل فيها، وإن كان هنالك مجال الكلام واسعا جدا، وهنالك جروح في القلب تحتاج إلى أن تندمل وإلى أن يوضع عليها المرهم وأن تعالج هذه الجروح، ولكنها لا تعالج إلا بتلك البعثة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعلن عنها القرآن الكريم. لا بد من إلى الإسلام، لا بد من أن يكون هنالك نداء إلى الإسلام من جديد، وإلى الصحوة الإسلامية من جديد، ولا بد أن نجتمع على فتح المساجد والمعابد لله تبارك وتعالى، وأن نؤيد
فتح مسجد آيا صوفيا الذي كان مسجدا 5 قرون وأكثر، ثم جعله الملحد الخبيث النحس المشؤوم جعله متحفا. فلما أعيد هذا المسجد إلى أن يكون مسجدا لأنه كان مسجدا، عندما أريد ذلك رأينا من بني جلدتنا، رأينا من العرب المنافقين الصرحاء غير الشرفاء أولئك الذين غلبت عليهم الذلة والخسة والنزالة، بدأوا يتكلمون بحيث بدت البغضاء من أفواههم وما استخفي صدورهم أكبر. ونحن نثمن في هذه المناسبة كلمة المفتي الأعظم الشيخ الخليلي مفتي سلطنة عمان، الذي وفقه الله تبارك وتعالى أن يقف طودا بل أن يقف جبلا سامقا أمام هؤلاء الأقزام من أصحاب الإفتاء والقضاء في الحكومات الجائرة الظالمة النحسة المشؤومة. عندما قام يتكلم بالحق الذي أنطقه الله به ونحن نؤيده، والشعوب الإسلامية كلها معه ومع أمثاله ممن يتكلمون بالحق ويصارحون بالحق ولا يتلجلجون ولا يتلعثمون ولا يتلكؤون ولا يتأخرون ولا يتخلفون عن الركب. نريد هؤلاء العلماء، نريد هؤلاء الصرحاء الشرفاء. فإلى كلمات أخرى إن شاء الله تعالى تأتي في أوقات مناسبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.